ساعات قليلة بتفصلنا عن بطولة السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واللي هتشهد مباريات قوية جدا في قبل النهائي. الزمالك هيصطدم ببيراميدز الساعة 4:05 عصرا على استاد النهيان بنادي الوحدة الإماراتي. أما الأهلي فهيواجه سيراميكا الساعة 8 مساء على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة. واللقاءين اللي هيقاموا وسط حضور جماهيري حاشد لقطبي الكرة المصرية بييجوا في وقت الزمالك متفوق فيه تفوق واضح على بيراميدز، والأهلي كمان كعبه عالي جدا على سيراميكا. إزاي؟ تعرف إن بيراميدز ما قدرش يفوز على الزمالك من إبريل 2019؟ حتى لما تخطاه في قبل نهائي كاس مصر 2022 كان بركلات الترجيح، ومن بعد إبريل 2019 الزمالك فاز على بيراميدز 5 مرات وتعادلوا في 7 مباريات. ولو بصينا على آخر لقائين جمعوا الفريقين في الدوري الموسم الماضي هنلاقيهم انتهوا بالتعادل، رغم أن الزمالك دخل ماتش الدور الأول بنقص عددي في ظل غياب عدة لاعبين أبرزهم زيزو والجزيري وفتوح، مع حرمان الفريق من القيد واللي منعه من ضم عناصر جديدة، لكن قدر يتعادل مع بيراميدز مكتمل الصفوف بهدفين لكل فريق. وفي الدور الثاني شفنا الزمالك بيعتمد والأول مرة على الحارس الشاب محمود الشناوي، وده بسبب إصابة محمد صبحي واستبعاد محمد عواد بسبب أزمة تجديد عقده، ورغم كده الزمالك قدر يخرج من المباراة متعادل 1-1 عشان يستمر فشل بيراميدز في تحقيق الفوز على الفارس الأبيض. فهل بيراميدز هيقدر يكسر العقدة دي في السوبر؟ في الجانب الآخر الأهلي بيواجه سيراميكا كليوباترا اللي ما قدرش حتى الآن يحقق أي فوز على الأهلي منذ صعوده للدوري الممتاز. فالأهلي كسب 7 مرات وتعادل الفريقين 2، بل إن الأهلي قدر يكسب سيراميكا بربعية 3 مرات، كان آخرها في الدور الثاني من الدوري في يوليو الماضي. ورغم الأرقام دي سيراميكا قدر يكون ند للأهلي في أغلب مباريات الفريقين، لكن إمتى هيحقق أول فوز ليه على المارد الأحمر؟ وهل السوبر هيشهد مفاجآت ولا هنشوف القطبين في نهائي متكرر؟ أسئلة هنعرف إجابتها بعد ساعات.